فقر جديدة ومساحة جديدة من صباحنا الغير اليوم. قديش اليوم هم الفيتامينات بحياتنا، وهي عن جد قدي بتعطي طاقة، ونحن كرمال نكون أجسامنا صحيحة وقوية لازم يكون نحن بأتم الفيتامينات بأجسامنا. أكيد رشا، ويمكن كنا عم نحكي مع الضيفة تحت الهواء، اليوم عم تلاقي نسبة كثيرة من الناس عندهم نقص فيتامينات بالجسم. هي يمكن ستايل الحياة صحيح. اختلف، المعيشة اختلفت، حتى الغذاء اختلف بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي اليوم، بس الفيتامينات جزء كتير مهم يعني للجسم، الجسم يعطيكي كامل وظائفه أكيد. اليومية لازم يكون عنده الفيتامينات مثل ما قلنا سليمة وموجودة بشكل أكيد. قوي. ومثل ما قلنا نور، ضمن هاي الظروف ممكن أكيد في طرق تانية لنقدر نحصل على هاي الفيتامينات لقلنا لأطفالنا. خلينا اليوم نحكي عن أهمية الفيتامينات، ونحن اليوم شو هي أهم المصادر اللي قادرين نحصل عليها. اليوم ضيفتنا لليوم الصيدلانية غيداء السمان. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. كيف صبايا؟ صباح الخير للمشاهدين كمان. أهلا وسهلا فيك. كنا عم نسألك كتير تفاصيل تحت الهواء، خلينا نبلش بالبداية قبل ما نحكي عن مصادر الفيتامينات وتأثيرها على الجسم. أهمية الفيتامينات اليوم، يعني اليوم للأسف ضمن المحيط بتلاقي أغلب الناس عنده نقص فيتامين، في يعني دائما أي حدا بتلاقي تعبان أو كذا فورا بيروح بيعمل تحليل في نسبة نقص فيتامينات بالجسم ما كنا نشوفها سابقا للأسف. تمام. هلأ الفيتامينات هي السهل الممتنع. الناس وقت تسمع كلمة فيتامين أو وقت تروح عند طبيب يكتب فيتامين بيريح حاله الإنسان، بيفكر إنه هو ما معه شيء، إنه قصة فيتامين بيعتبره شيء ترفيهي، لكن هذا الشيء خطأ تماما. الأمراض متلازمة مع نقص الفيتامينات، وبنفس الوقت نقص الفيتامينات متلازم مع الأمراض، الاثنين بيمشوا بطريق واحد سوا. يعني الفيتامينات أهميتها بالجسم كتير كبيرة، كونه أغلبية المركبات الكيماوية الموجودة عندنا ملايين المركبات الكيماوية بالجسم، الوحيدة اللي اختارها الطب ليسميها فيتامينات هي اللي عندها قدرة على التفاعل مع الأنزيمات ودعم الجسم بالعمليات الحيوية المهمة. والفيتامينات متكاملة بين بعضها البعض، تشتغل مع بعضها. يعني مثلا أنا فيتامين سي إذا أخذته ما بيشتغل لحاله، فيتامين سي بيشتغل مع الزنك، بيشتغل مع النحاس، بيشتغل مع باقي الفيتامينات. فلنفرض مثلا إنسان عنده فيتامين آ كامل بجسمه، عنده فيتامين دال كامل بجسمه بحدوده الطبيعية، عنده الكالسيوم، المفروض ما يكون بيعاني من هشاشة العظام. لكن إذا كان عنده نقص بفيتامين K2، فيتامين ما هو مشهور، إذا كان نعم. هذا الفيتامين ناقص عنده، فما لح يعطي الأمر فيتامين K2 اللي هو العقل المدبر لفيتامين آ ليتفاعل مع فيتامين D ويثبتوا الكالسيوم على العظام. فالفيتامينات كلها بتشتغل مع بعض البعض صحيح. ولازم تكون نسبة متوازنة بشكل كامل بالجسم. يمكن من أهم إيجابيات الفيتامينات بأجسامنا وقت يكون نحن ما عنا نقص بالفيتامينات، دغري فورا طبيا مربوطة بموضوع المناعة اللي هي ضد الأمراض وبتقوي الأجسام. اليوم شو تأثير الفيتامينات بتقوية المناعة؟ الفيتامينات كنقص وكاكتمال. الفيتامينات هي درع المناعة الأول للجسم. حتى إذا بتلاحظي وقت إجا وباء الكورونا وتخبطت الدكاترة بالعلاجات كله أجمع على فيتامين سي وزنك صحيح. اللي هن فيتامينات. فيتامين سي هو الدرع المناعي الأول، مضاد الأكسدة اللي بيحارب أي جسم غريب بفوت على الجسم، لهيك الفيتامينات الصحية. هلأ فيتامين سي كتير هلأ موسمه، يعني اليوم نحن قادرين نحصل عليه، الحمضيات يعني نحصل عليه، يعني هلأ موسم البرتقال، الليمون، الفليفلة، في حصة نحن اليوم نعتمد عليها كمية أو لا فينا ناخذ كمية بدنا اياها؟ فيتامين سي بيتميز عن غيره عن باقي الفيتامينات انه جسمنا غير قادر على تصنيعه. المصدر الوحيد اللي بيخلينا نحصل على فيتامين سي هو من خلال الغذاء او المستحضرات الصيدلانية. جسم الانسان الطبيعي بيحتاج يوميا ل 200 ملي جرام من فيتامين سي، اللي اذا ما اخذنا من خلال الغذاء رح نضطر ناخذه عن طريق الفيتامين. هلا حدا بيقول لي مثلا انا بدي ضروري اخذ كل يوم فيتامين سي، لا، اذا كان اكلك متوازن ما في مشكله. بس اذا كنت عم تنقص لا ضروري تاخذه، ما بينخاف من جرعه زايده. يعني انا مثلا اذا اخذت كل يوم فيتامين سي ما عندي مشكله، كونه هذا الفيتامين ذواب بالماء صحيح. خلال 24 ساعه بينطرح من الجسم، ما في له تخزين. واهميه الفيتامينات بشغله انه الجسم بيصنعها دوريا وبتنطرح دوريا، يعني المخزون منها مو ثابت دائما.
في صعوبة فيها بموضوع معين هو التحليل. يعني مثلا إذا أجا حدا ما فيك تقول له أنت معك زيادة فيتامين سي ونقص فيتامين سي، ما في تحليل دم نعمله نعرف فيه كمية الفيتامينات بالجسم أو نعرف فيه كمية حتى المعادن. مثلا الحديد ممكن نقدر نعرف من خلال تحليل الدم، بس مثلا المغنيسيوم ما فينا نعرف، لأن المغنيسيوم بيتثبت بالعظام، ما في تحليل نقدر نحدد كمية المغنيسيوم بالجسم. فبنعتمد لنعرف الفيتامينات إذا متوازنة بالجسم أو لا على الأعراض تبعها. يعني مثلا أنا بس أرفس ووقف إذا حسيت بوجع بسفل الظهر، حسيت بتعب بصعوبة، أول شيء بشك نقص فيتامين د. إذا كنت نايمة متشنجة رجلي، حسيت تشنج رجلي رغم أني نايمة ومرتاحة، أول شيء بشك فيه نقص مغنيسيوم. فدائما الفيتامينات المؤشر عليها مو التحاليل الطبية، هي الجسم بحد ذاته هو اللي بيأشر لي على أي فيتامين أو أي معدن هو اللي ناقص. أنا عم بجمل المعادن مع الفيتامينات كونه المعدن هو المحرك للفيتامين. صحيح تماما. متلازمين مع بعض. طيب خلينا نحكي قبل ما نحكي عن أعراض نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، خلينا نحكي عن أهم مصادر الفيتامينات ونحكي باعتدال اليوم. يعني مش الكل قادر يحصل على فيتامينات بشكل كامل لأنه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية صعبة. يعني بيقولوا لك مثلا بالخضور حصص غذائية بالخضروات بالفواكه باللحوم، مو كل الناس قادرة تحصل على هي الكميات، اللحوم الحمراء ولا البيضة بسبب غلاء وارتفاع الأسعار. خلينا نحكي عن مصادر الفيتامينات والبدائل. يعني أحيانا بيقول لك مثلا فيني أنا أحصل عليها من النشويات، من البروتين، من بعض فينا نقول البعض الحبوب. خلينا نحكي عن أهم مصادر الفيتامينات والبدائل لإلها. تمام، كثير مهم هذا الحديث. هلا انا سهل كثير اقول لك مثلا فيتامين سي موجود بالمحار، بس وين المحار وشو سعره؟ الاوميجا 3 موجود بالسلمون. لا، لنكون واقعيين اكثر ونكون قريبين من حياتنا المعيشيه اكثر. الخضار الورقيه بتحتوي اكبر نسبه من الفيتامينات الورقية، سواء فيتامين الخضار الورقيه مثل السبانخ، مثل البقدونس، مثل السلق اللي هلا هو موسمها، فهي بتحتوي على اكبر كميه، ما عدا بدي استثني فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مصادره حيوانيه. فقط هذا الفيتامين باخده من اللحوم الحمراء، من الدواجن، من الاسماك والالبان. باقي ما بقى اذا اكتفيت بالخضار الورقيه بهي الفتره فانا بالسليم. لكن كم بده يكون متنوع ودائم، يعني بشكل يومي موجود. مثل ما حكينا مثل ما قلتي متوفرة وأسعارها الحمد لله لهلا معتدلة. يعني إذا بدي أجمل هلا مثلا المكسرات كثير غنية بالأوميجا 3 وغنية بالفيتامينات، لكن أسعارها مو متناولة للجميع. أما خلينا نبحث عن حلول قريبة، خلينا ندور على مصادر يعني منطقية قريبة للجميع. نحن بتوقع ما في أرخص من الحشائش الموجودة. صحيح. مثلا الزعتر البري. صحيح. الخبازة، السبانخ، السلق، ورائعة. رائعة جدا. طيب في حال صار في نقص كتير كبير بالجسم، هون اليوم طبيا أو الصيدلي عم يروح لموضوع الكبسولات المكملات الغذائية لتعويض نقص الفيتامين بقلب الجسم، ولكن دائما نحن عنا خلينا نقول شك بالمصدر الصناعة الوطنية، أو نحن منفضل الصناعة الأجنبية. اليوم من خلال عملك يعني كيف عم تشوفي واقع الفيتامينات بالصناعة الوطنية؟ على فكرة هذا موضوع يعني جداً مهم. لنحكي بالمنطق، المواد الأولية بتتصنع وكفيتامينات أغلبها بتتصنع بالصين وبالهند بنسبة 75% عالمياً. نحن استيرادنا للمواد الأولية أغلبها من الصين والهند، و75% من الكرة الأرضية عم تستورد منه. فكمواد أولية تمام، ما عندنا أي مشكلة، نفس الأجنبية. وبالنسبة لمعاملنا حائزة على أهم الشهادات. صحيح. بالتصنيع، حتى نحن قبل الأزمة السورية والعقوبات الاقتصادية معاملنا حاصلة على امتيازات ترخيص لأهم المعامل الأجنبية مثل جلاكسو، فايزر، أورغانون، يعني شركات كتير كبيرة كان عم نصنع لها. فكمواد أولية نحن عم نجيبها مطابقة للمواصفات 100%، وكتصنيع لا غبار عليه. بس في كتير أطباء وحتى صيدلانية بيقولوا لك إذا لقيت الأجنبي بيكون أفضل. يعني اليوم كيف في المقارنة؟ إحنا كيف بدك نقنع أن صناعتنا الوطنية ممتازة والطبيب نفسه عم يقول إذا بتلاقي الأجنبي؟ تجارة مشتركة، لأنه بيبعتك لعند صيدلانية رفيقه. لا. لا لا لك شغلة، نحن حتى بعلم الصيدلة في عندنا شيء اسمه بلاسيبو. بلاسيبو يعني دواء كذاب. بيعطوه لمريض ليشك أنه هو شفي.
نحن في عنا عقدة الأجنبي نوعا ما إنه الأجنبي بفيد، فالمريض وقت يدفع دواء غالي أو الطبيب يكتب له دواء غالي بحس بيرتاح أكثر. هلأ ما فيني أقول لك إنه كل معامل الأدوية، بس في عنا 90% من معامل الأدوية لا. لا بشرة خير هي، يعني بالعكس نحن كثير مبسوطين بكلامك، يعني خليك على طول. أنا عم بحكي من قلب الحدث. أكيد. أنا كنت موظفة بأحد معامل الأدوية وبعرف. وأهم الصناعات كانت قبل الأزمة في سوريا للأسف، أهم الصناعات هي من صناعات الأدوية، كنا نصدر لأهم الدول عربيا وعالميا، واليوم عم نحاول يمكن ترجع من اول جديد. لازلنا نصدر. تخيل الدواء السوري نفسه اللي هلا موجود بالسوق السوريه عم ينباع بالتصدير 4 أضعاف سعره بسوريا. الاجانب والغرب، يعني الاجانب بقصد فيها مو الغرب، الاجانب اللي غير سوريين، غير سوريين كثير بيستعملوا الدواء السوري ورغبانينه وسعره 4 أضعاف السعر السوق. تماما. بس عم نشهد ارتفاع كثير بانواع الادويه باسعار الادويه. اسعار الادويه عندنا كثير رخيصه. هلا يمكن هي تكلفه كمواد اوليه كاستيراد مواد. فيها ظلم. انا كصيدلانيه بقول لك ربح الصيدلاني كثير بسيط، ربح معامل الادويه فعلا بسيط، حتى يعني يمكن الاستيراد هو اللي عم ياخذ الحصه الاكبر. استيراد المواد الاوليه يعني اختلف، نحن كل شهرين ثلاثه بنلاقي في ارتفاع باسعار المواد. هلا سياده الرئيس لغى جمارك عن استيراد المواد الاوليه ودعمها، وهذا الشيء اللي مساعدنا مساعد معامل الأدوية كتير بالتصنيع. فرق العملة أساساً، يعني إذا بدنا نحكي عن فرق العملة وارتفاع سعر الدولار كمان بيلعب دور. بس خلينا نحكي، إذا بدنا نقول دائماً نحن بنروح بندور مثلاً في عنا نقص فيتامينات بالجسم، قلتي بداية حديثك إنه نحن بنبحث عن الأعراض، لأنه مو كل الفيتامينات فينا من خلال التحليل نكتشف. خلينا نحكي عن بعض الأعراض، لأنه نحن كنا عم نحكي ببداية حديثنا هاي الثقافة ما كتير موجودة، يعني بنكون نحس ببعض الأعراض بنقول لا يعني بتمرق وما كتير مأسرة، وجع ظهر، وجع آخر خيار بنروح استشارة طبيب. شو هي بعض الأعراض اللي بتدل إنه أنا عندي نقص فيتامينات؟ يعني أحيانا بتروح بيروح الشخص الشاب أو الصبية بيقول له إنه الدكتور كيف لهلأ واقف على رجليك، في عندك عوز بنقص الفيتامينات، يعني هي المرحلة اللي واصل لها. فبعض الأعراض اللي أنا أكون مؤشر بالنسبة لي لروح للطبيب أو استشاري. هلا ممكن اللي احكي لك اياه يكون صادم قليلا، يعني حكينا عن فيتامين K2 اللي قلت لك اللي بيثبت الكالسيوم على العظم، نقص هذا الفيتامين ممكن يسبب مريض ضغط. يعني تخيل ممكن مريض ضغط يروح لعند دكتور قلب يكون السبب نقص فيتامين K2. ببساطه نقص هذا الفيتامين بخلي الكالسيوم يترسب بالشرايين، بيعمل تكلس شرايين، بيأثر على التروية الدموية للقلب، بغير نبضات القلب، بغير انتظام ضربات القلب. فلهيك اي عارض الانسان بيعاني منه في له سبب فيتامين من وراء. مثلا شحوب الوجه ممكن يكون نقص فيتامين سي، سواد تحت العين ممكن يكون عوز بالحديد، اي عارض لو بسيط، تشنج الساق، نقص مغنيسيوم اثناء النوم اول ما تفيق من النوم ممكن. هذا دليل واضح وصريح ومباشر لنقص المغنيسيوم لا ريب فيه. فيتامين د، شو الاعراض اللي لازم نقول؟ لانه في تلاقي عوز بنقص فيتامين د عند الكل هلا. فيتامين د لحتى نكتشفه كثير القصه بسيطه، بيوقف الانسان بيقرفص وبيقوم وبده يقول نسبه الوجع او الصعوبه اللي لقاها من 1 لـ10. اذا اعطاني 2 3 4 ببلش فكر بنقص فيتامين د. بهالحاله فيني اعطيه جرعه فيتامين د اللي هي حبه من 3000 ل 5000 وحده. بعد ساعه تماما بطلب منه يعمل نفس التمرين. إذا حس بتحسن فهو حتماً عوز فيتامين د. نحن فينا ناخده وقائياً عن طريق إبرة؟ تماماً. شو العيار اليوم وقائياً؟ وقائياً عن طريق حبوب. حتى بهالفترة من السنة من شهر 10 لشهر 4 من 3000 ل 5000 وحدة يومياً ما بضر. وقائي ولا بلهام جداً، خاصة للي ما بتعرضوا للشمس. يمكن الإبرة أسهل يعني من الكبسولات اليومية. هو نشوف كثير حالات بيروحوا بلا ياخذوا كل شهرين ثلاثه ابره بعيار معين. يعني عم نحكي نحن هون وقت تفوتي بعيارات القويه ما عاد تضمن شيء وقائي. الشيء الوقائي يفضل يكون حبوب يوميه بنظام، مع نظام غذائي معين، مع تعرض لاشعه الشمس. طب خلينا نحكي عن المتممات الغذائيه، يعني في فرق بين الفيتامينات والمتممات الغذائيه، الناس بتخلط شوي. خلينا نعرف المتممات الغذائيه شو هي واهميتها اليوم لمناعه الجسم. تمام. المتممات الغذائيه اقوى من الفيتامينات. يعني مثلا اذا حكينا عن فيتامين سي، اذا بدنا نحكي عن شكله الصيدلاني كفيتامين هو حمض الاسكوربيك. اما فيتامين سي الموجود بالغذاء او الموجود بالمتممات الغذائيه فهو عباره عن 4 مكونات موجودين مع بعض. من جملتهم النحاس. انا بفضل دائما المتممات الغذائيه على الفيتامينات.
مثلا المتممات الغذائيه كمان عندنا صناعه سوريه بتعرفوا، مثلا في عندنا زيوت بذر الكتان، زيوت جنين القمح، زيوت مختلفة، زيوت بذر العنب، هيدي تعتبر متممات غذائية. المتممات الغذائية جدا ممتازة، نحن بنلجأ لها هي بالحياة اليومية، هي ما عندنا شيء اسمه لازم نوقفها. نعم. مثلا أخذت كثير منها، هي مثل الغذاء، عم توازن لك غذائك، عم تدعم جسمك بمعادن فيتامينات كثير ضروريه. مهمه للاطفال اليوم، ممكن بتلاقي بعض الاهالي بيعطوا اولادهم بعض الفيتامينات ممكن جدا جدا مهمه. انا مع الفيتامين اليومي للاطفال، حتى لو الطفل بيتمتع بصحه سليمه ما انه ياخذ فيتامين، كونه حكينا فكره انه الجسم قادر على التخلص من الفيتامينات بسهوله. صحيح لا ما بتترسب بالجسم، مبالغه فيها. صحيح. نعم. طيب نصائح اخيره وسريعه مشان نضيق الوقت. هلا كثير ناس بيسالوني شو مثلا الفيتامين اللي باخده ليفتح الشهيه، هذا السؤال بيتكرر، او ليزيد الوزن. فبدي اقول لهم ما في فيتامين بيزيد الوزن، لانه اساسا ما في سعرات حراريه. لا العالم هلا بتبحث الفيتامين نقص الشهيه. في عندنا فيتامين، في عندنا نقص فيتامينات بسبب نقص شهيه، لهيك بنعوضها بالفيتامينات اللي هي بي 1 بي 6 او فوليك اسيد. هذا السؤال بيتكرر مثلا. غير هيك انا مع اخذ الفيتامينات ومع الصناعه السورية، دائما نرجع للمصادر الطبيعيه بالغذاء، واكيد مع الصناعات الوطنيه. تمام. بدي اتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتيها، نورتي صباحنا، ودائما الصحه والسلامه لكل حدا عم بيشوفنا. اكيد نتمنى الصحه والسلامه للكل. بدنا نشكرك الصيدلانيه غذاء السمان على وجودك معنا. شكرا كثير لك.